تطبيق الملاحظات هو من أكثر التطبيقات اللي أنا أستخدمها على الماك وعلى الآيفون وعلى الآيباد. ميزتها أنها تدعم التزامن إذا كانت مرتبطة بنفس حساب الإيميل أو كانت مرتبطة بنفس حساب الآيكلاود. واليوم راح أشرح طريقتين راح تستفيد من تطبيق الملاحظات بفعالية. فلو كان في عندك نوت مهمة، كل عليك إنه رايت كليك عليها وتختار بن نوت. فالآن هذه النوت راح تبقى في الأعلى، حتى لو كتبت نوتات في المستقبل أو عدلت عليها راح تبقى هذه النوتة في الأعلى. الحاجة الثانية واللي كثير من الناس ما يعرفونها، انه الان لو جيت ضغطت دبل كليك على اي ملاحظه فراح تفتح في نافذه جديده. الان لو رحت الى ويندو في الاعلى واخترت فلوت اون توب، فاللي راح يصير الان انه نافذه هذه الملاحظه راح تبقى في الاعلى مهما فتحت اي تطبيق. وهذه الميزه مهمه، بحيث انه في كثير من الناس يعلقون الاوراق الصفراء الصغيره على شاشاتهم، فتقدر انك باستخدام تطبيق الملاحظات انك تستغني عن الاوراق الصفراء الصغيره اللي تكتبها في حال انه حبيت انك انت ما تنسى شيء مهم عندك. وفي النهاية الفترة الجاية راح أركز على الماك أكثر، راح أقدم شروحات فيه أكثر، لأن الفترة اللي راحت الصراحة كنت مقصر مع الناس اللي عندهم ماك. في النهاية لا تنسوا تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.